طباح الأمطار. نعم، ما عندك مشكلة باستخدام العسل كبديل للسكر بالمشروبات الحارة. هنا صحيح بيفقد الفائدة، يفقد اللي هو البكتيريا الموجودة فيه، لأنه معظم أو غالب فائدة العسل جاي من البكتيريا اللي موجودة فيه. فإذا خلطت مع أي شيء حار بيفقد فائدة البكتيريا، لكن ما راح يسبب لك أي أضرار بإذن الله تعالى. وأفضل طريقة تأخذ العسل، تأخذه بدون ماء وتشرب عليه ماء، أو أنك تخلطه مع موية دافئة، يعني أقل من درجة 40 درجة مئوية، أقل من درجة 40 درجة مئوية. هنا عشان تكون البكتيريا حية وتدخل وتعطيك الفائدة في توازن البكتيريا داخل الجهاز الهضمي عندك بارتفاع الـ SIGA، من ثم حدوث جهاز مناعي أقوى عن طريق الـ IGA بشكل مباشر بالجهاز الهضمي. بس تستخدمه ما عندك مشكلة، ما راح يسبب لك الأضرار اللي بتسببها السكر.